جديد في المجتمع. بالنسبة لحد الآن كل شيء بأسئلة جهنت الاختبارات اللي جاو تحطمنا كلهم كانوا في المتناول. المهم واخا الا ما نجحناش المهم درنا المحاوله ما نفقدوش الامل حتى الا سقطنا ولا هذا نعاودوا، ولكن نتمنى وغنجحوا هذه المره. الامتحان دازوا في ظروف ملائمه وحتى الاسئله كانوا في المتناول، يعني ماشي شي امتحان صعب، وحنا درنا قد المستطاع ونتوكلوا على الله. مادام الحياه راه كتستمر يعني باقي الامل، يعني ماشي نهايه العالم. مادام اننا احياء غاديين جايين يعني ماشي غادي توقف الدنيا. خلف اسوار كل المؤسسات السجنيه على الصعيد الوطني ترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا 661 مترشحا، بينهم 26 مترشحا بجهه تازل حسين تونات. هذه الامتحانات تتم باشراف وتنسيق مع اطر وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني. المسائل التنظيميه اللي كتتخاد على برا من طرف النيابات الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني عبر ربع المملكه نفسها كناخذوها داخل المؤسسه، بما في ذلك المحاضر ديال فتح الاظرفه، المحاضر ديال الاغلاق، المراقبه الى غير ذلك. الظروف جدا مناسبه، دازت الامور بسلام. وبعد توقيع المترشحين لورقه الحضور وتسليم ورقه الامتحان، يقوم مراقبان احدهما اطار من نيابه التعليم والاخر من السجن المحلي بالتوقيع على ملفات المترشحين ومحضر الاغلاق، ويغادران السجن يحملان امل مترشحين حالمين بالنجاح وافق رحب من